صباح الفل يا جماعة، ايه الأخبار؟ فاكرين الفيديو اللي عملته على عربيات الكهرباء؟ امبارح لقيت هيونداي بيكلموني وبيقولوا لي ان هم عندهم عربية كهرباء لو عايز اجربها، مش ريفيو بس نجرب تجربة السواقة ونشوف العربيات الكهرباء دي ايه نظامها بالظبط. انا تبقى اول مرة اجرب عربية كهرباء وانا شخصيا ايه يعني عايز اروح لهم على طول، فيلا بينا على ابو رواش. يلا اشوفكم بعد الفيديو. ونجرب لكم تسارع. عربية ملاهي. اوكي انت شفته ها.